أهلا بكم إلى الظهيرة من التلفزيون العربي. افتتحت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الدورة 33 للقمة الأفريقية. تناقش القمة التي تعقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عددا من القضايا، من بينها الأزمة الليبية والوضع في جنوب السودان. وسيتولى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام خلفا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. من جهته أكد وزير خارجية جنوب أفريقيا ناليدا باندور أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يكون أكثر حيوية في تصديه للنزاعات بدلا من ترك هذه المهمة لأطراف خارجية. ينضم إلينا عبر الهاتف من أديس أبابا الصحفي عباس محمد صالح. أهلا بك سيد عباس. قبل الحديث عن الملفات التي يعني ينصب الاهتمام عليها في هذه الدورة، هل تغيير الرئاسة الدورية من مصر إلى جنوب أفريقيا قد يغير من الأولويات بالنسبة للملفات في المرحلة المقبلة؟ لا طيب، شكرا جزيلا على الاستضافة. أعتقد أن تولي دولة جنوب أفريقيا رئاسة الاتحاد الأفريقي هي عملية روتينية تجري بين الفينة الأخرى، ولكن لا أعتقد أنها ستؤثر كثيرا على الأجندة أو أولويات عمل الاتحاد كمنظمة إقليمية. ولكن أيضا نعتقد أن دولة جنوب أفريقيا دولة تتمتع بنفوذ على مستوى القارة، وكذلك تتمتع بآلية دبلوماسية قوية جدا قد تساهم في مساعدة الاتحاد الأفريقي من أجل بناء علاقات تعاون مع المنظمات الدولية وبناء شراكات دولية فيما يخص الأجندة التي كذلك تشغل العالم، خاصة لا سيما النزاعات والتنمية المستدامة وكذلك التجارة الحرة، وهي أجندة عالمية تتقاطع مع أولويات الاتحاد الأفريقي. ولكن أعتقد أن هذه الخطوة خطوة روتينية، ويتم أول درجة الاتحاد الأفريقي مع نهاية كل دورة القيامية. نعم، الملف الليبي من الملفات الأساسية، وهناك حديث عن أن الاتحاد الأفريقي ربما يطلع بدور بنشر قوات مراقبة في ليبيا. هل برأيك هناك إجماع أو اتفاق حول هذه الخطوة؟ بالنسبة للقضية الليبية، أنا أعتقد أن الاتحاد الأفريقي تأخر كثيرا جدا في مواكبة الآليات والحراك بما يخص الأزمة الليبية، على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي كان قد سمى بعثا خاصا لهذه الأزمة، ولكن الدبلوماسية الأفريقية لم تستطع مواكبة التحركات الفاعلين الآخرين، وكانت متأخرة حتى في مؤتمر برلين الذي انعقد مؤخرا بشأن ليبيا. ولكن أعتقد أن الاتحاد الأفريقي الآن يمكنه دعم الآليات القائمة، ولكن لا يستطيع الآن في هذه المرحلة التي وصل إليها الصراع في داخل ليبيا القيام بآليات مستغلة. ولكن أعتقد أن من المرجح أن يدعم الآليات القائمة في محاولة إعادة الاستقرار الأمن في هذا البلد الأفريقي الكبير، والذي كان في عهد النظام السابق من أهم الدول الفاعلة داخل الاتحاد الأفريقي. ولا ننسى أيضا أن فكرة التحول من منظمة الوحدة الأفريقية إلى الاتحاد الأفريقي هي كانت مبادرة أو مشروع ليبي قد تم إنجازه، ويحسب لا يزال يحسب إلى دولة ليبيا. ولكن الاتحاد الأفريقي لا يزال يعتبر بطيئا إلى حد كبير في التعامل مع الشأن الليبي، لا وأنه على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي مؤخرا بدأ يتعاون مع تداعيات الأزمة الليبية، لا سيما مسألة الهجرة غير المشروعة نحو أوروبا وتدفق المهاجرين إلى ليبيا ومن ثم محاولتهم عبور المتوسط. وبالتالي أعتقد الاتحاد الأفريقي قد ينظر في محاولة التدخل، ولكن لا يستطيع أن يطور آليات مستقلة ذات فاعلية في التعامل مع القضية الليبية. طيب اليوم في ظل يعني صفقة ترامب للسلام، وفي ظل يعني اندفاع إسرائيلية إلى الدول الأفريقية كما شاهدنا في الأسابيع الماضية، هل موقف الاتحاد من صفقة ترامب يعني واضح؟ صدرت بعض المواقف، ولكن هل سيكون هناك بحث في هذه الدورة للخروج بموقف واضح سواء إلى جانب الفلسطينيين أو حتى انسجاما مع الشرعية الدولية ومع الأمم المتحدة؟ على الرغم من نجاح إسرائيل في اختراق الغارة الأفريقية وإقامة علاقات قوية على المستوى الدبلوماسي مع بعض الدول المؤثرة داخل الاتحاد الأفريقي، ولكنها فشلت في الحصول على صفة مراقب، ولا تزال تسعى للحصول على هذه الوضعية والتي ستمكنها من التأثير بشكل أكبر على آليات صناعة القرار داخل الاتحاد الأفريقي وتغيير مواقف الاتحاد الأفريقي. ولكن بشكل عام لا يزال الاتحاد الأفريقي يدعم القضية الفلسطينية فيما يخص الآليات الدولية التي تلي هذه القضية، ويعتبر دعم الاتحاد الأفريقي لهذه القضية متماسكا إلى حد كبير مقارنة حتى مع الجامعة العربية. ولكن كما نعلم على الرغم من الدعم الدبلوماسي الكبير، على الرغم من
الحماس الذي تجده والدعم الذي تجده القضيه الفلسطينيه، ولكن التراجع الذي يحصل على مستوى الوطن العربي وتداعي الدول المركزيه التي العربيه التي كانت تدعم هذه القضيه قد يؤثر بشكل ما على نعم مواقف الدول الفاعله داخل الاتحاد الافريقي، وبالتالي قد يتغير الاتحاد دور الاتحاد الافريقي ورؤيته للقضيه الفلسطينيه في مقبل الايام اذا ما نجحت الاليه او الدبلوماسيه الاسرائيليه في التاثير بشكل جدي على هذه المواقف. شكرا جزيلا لك صحفي عباس محمد صالح من أديس أبابا. وفي السودان دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الجلسة الافتتاحية إلى شطب اسم السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب.